شفيكم تطالعوني كذي؟ شفيكم تطلعون بعضكم؟ كنا اعصابكم متوترة، اقول عندكم شيء مقبين عني، تكفون لا تفاجئوني، تحكوا. ننطرك انت اللي تحكين وتقولين اللي عندك. انا ابد سلامتكم، ما عندي شيء غير دعواتي لكم بالصحة والسلامة والخير وراحة البال. راحة البال حق خالتي قماشة، خالتي المتوترة العصبية شوي. خلصي لنا وقولي لنا، انت رحتي بيت ابوك عرفتي كل شيء ولا لا؟ نعم عرفت، وطبعا انتم متوقعين اني اي وحمق وصارخ وعصب وهاوشكم واقلب البيت فوق تحت، مو كذي؟ لا انا ما اقول كذي، لا يمكن ارضى على نفسي اني اقول هالكلام، لاني مثل ما قلت لكم انا وحده متربيه. ترى طالت وشمخت، اشوف لسانك هذا يبي له قص. اكو السنه وايد يا دكتور سلطان بهالبيت يبي لها قص. بس انا ما تفاجأت باللي سويته، لاني انا عارفه ومتاكده ان هذا الاسلوب اسلوب الطق، اسلوب الناس الشجعان، اسلوب الاقوياء. اما الناس الضعفاء وهم اللي تحكون بالمنطق ويتفاهمون. وتليت وياك وتليت وياك. سمعي انت تسبين تشتمين ما يخالف، لكن برود هالاعصاب والابتسامه الصفر هذه ما بيها، ترى بطيتي كبدي. انا مالي كلام معك، ماكو كلام بيني وبينك يا دكتور سلطان، لانك مالك كلمه بهالبيت، الكلام حق خالتي قماشه. لان اهي صاحبه الكلمه بهالبيت. ابي اعرف شيء واحد يا خالتي قماشه، شو اللي خلاكم الاول مره تجتمعون على شيء واحد وتقبون عني اللعبه والمؤامره اللي لعبتوها؟ هو طبعا الحب، الحب يا بنيتي يولد الطاعه، والطاعه تولد الموافقه، والموافقه سبب سعادتنا في هالبيت. بس بقول لك شيء مهم خالتي قماشه، ترى ولا واحد من اللي قاعدين قدامك سعيد بهالبيت. رايك ما حد طلب اسمعه. وانا ما كلمتك انت، انا وجهت الكلام لخالتي قماشه. يا فنان. وانا ما احب اسمع هالكلام، وذلف عن وجهك دخل دارك. قبل لا اروح داري اوذلف عن وجهك، ابى اقول لك شيء واحد يا خالتي، وارجوك انك تسمعينه. ترى ماكو ولا واحد في هالبيت ولا واحد من هالويوه البريئة. طالعيها استعرضي هالويوه البريئة، هالويوه اللطيفة الطيبة، ترى ولا واحد منهم يحبك أو يحب يقعد معاك بهالبيت لو دقيقة واحدة. سلطان شوف شغلك معاها. طلقها طلقها يا سلطان، عدبها امسح رقبتها وقفها عند حدها. احنا كلنا نحب خالتي قماشة ونصلي الليل والنهار وندعي لها بطولة العمر والصحة والعافية، ازرطها. ظني ما خاب، من أول ما شفت محبوبة قلت بتفرقنا، ولا أكو أحد بالدنيا يكره هالجوهرة هذه؟ هذه قماشة يا مخبلة قماشة، عسى الله يطول لنا بعمرها. طلقها يا سلطان، ولا أقول لك أخذ لها بيت بروحها وبعدها عن ويوهنا. لا لا لا، ولا يستحزن. طلقها 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 يا سلطان، طلقها وقطها بالشارع. طلقها